كثير من السياسيين لما يصير الحديث عن موضوع الحرب العراقية الإيرانية يقولون النظام السابق هو الذي اعتدى على إيران، هو شن الحرب على إيران، هو اللي فهذه حقيقة يعني شلون ازدواجية لربما تشكل التباس لدى الجيل الحالي اللي موع الحرب أو مشى في الحرب. فهذا التوضيح مهم. يعني احنا نرجع الى موضوع، لنفرض انه مثل ما يدعي انه العراق هو اللي اعتدى، طيب انا من معتدي وعندي غايات واهداف، وهل من المنطق والمعقول انه ثاني يوم انا اوافق على وقف اطلاق النار واني بعدني من محقق اهدافي الذي يتصورها البعض هي سبب ان قيام العراق بالعدوان مثل ما يصورون؟ ثاني وقت بس العراق توغل بالأراضي الإيرانية، توغل إلى عمق 22. مضبوط، توغل إلى عمق لم يسمح للمدفعية الإيرانية بقصف المدن العراقية. يعني هذا العمق يعني اللي يصل حماية بالضبط هذه الغاية. ووقف ثاني يوم وافق على وقف اطلاق النار. طيب أنا إذا معتدي وعندي أهداف غير أنا معتدي، غير أكو أهداف أريد أحققها؟ يعني استعرض المعارك الآن هسه معارك روسيا غير عنده أهداف مرسومة يحققها حتى لو يعتبر معتدي.